شيرين غاوية تشتري أدوية عمال على بطال وكلها ما بتلحقش تستخدمها عشان الصلاحية بتبقى انتهت، ولما لقت إن فلوسها بتروح في الأرض قررت تشتري على قد احتياجاتها وبس. لا شريت واحد بس لو سمحت. بدل ما تشتري علبة كاملة وترمي نصها، وعشان بتحسبها صح جابت لكريم كتاب وقدرت تجيب لنفسها كمان. تحسبها صح تعيشها صح.